هذا وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يوم أمس نزال المصارع أحمد تاج الدين أمام الأمريكي كيلي ستايندر في نصف نهائي مسابقة المصارعة لوزن 97 كيلوغرام. وكان سمو الشيخ خالد بن حمد قد نزل إلى أرضية الملعب أثناء النزال وسند اللاعب عن قرب، وقام سموه بتوجيهه وهو ما كان له أبلغ الأثر في تشجيع اللاعب واستنهاض عزيمته لتحقيق الانتصار. هذا واختتمت اليوم منافسات دورة الألعاب الأولمبية 33 بعد نحو 17 يوما من المنافسة، وأسدل الستار على المشاركة البحرينية التي اختتمت بمشاركة فريق الماراثون للسيدات ونهائي المصارعة لوزن 97 كيلوغرام للاعب أحمد تاج الدين.